السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. قواعد النطق الحروف المركبة، أوكي؟ راح يكون درسنا اليوم قواعد النطق الحروف المركبة. اس اتش تنطق ش، وزي الشوب، وزي الشي، وزي الشيب، أوكي؟ وجي اتش عندنا تنطق ف في آخر الكلمة أو لا تنطق بعض الأحيان. فمثلا كلمة إناف جت في الآخرة، بيكفي إناف زي الفاء، وزي الرف زي أيضا بالفاء، وزي غادة جت في أول الكلمة فتنطق غ، وإذا جت يعني مع الأو واليو وهنا لم تنطق ثرو، أوكي لم تنطق هنا. فيجب علينا أن نستعمل القاموس الصوتي خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية لتمييز أصواتها، لأن في كثير كلمات لاتينية وفرنسية وألمانية. طيب عندنا هنا ميجر، جر جر يعني اس يو يلفظان هنا ج، زي المقياس ميجر وبلجر، اوكي ميجر وبلجر. وعندنا تشر، تشر زي بيكتشر، زي تي ان، زي تيتشر، زي نيتشر، كلها تشر. وايضا كيو يو لازم يتبع الكيو يو لان هذا توامها، فتنطق الكوين، كوين، اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.